Tocando sua xereca. Cadu, 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 cadu. أحبائي سعيد لي صباحكم إن شاء الله، أتمنى يلقاكم صوتي في أحسن أحوالكم. Bonjour tout le monde, good morning everybody. فيديو اليوم حول الشاكرات مثل ما وعدتكم، حول تأثير الشاكرات في تعديل وتحويل مخاوف الإنسان. لكن في الحقيقة واجهتني صعوبة كبيرة أن أختصر شاكرات سواء عند المطارد أو عند الهارب في فيديو من 15 أو 20 دقيقة، لذلك سأقوم بعمل منظم. سأبدأ اليوم بحديث عام عن الشاكرات وحديث خاص عن شاكرات المطارد، وأبدأ بحديث أكثر خصوصية يعني plus ciblé عن شاكرا الجذع وكيف نعدل عملها أو كيف نوازنها. والمرة المقبلة سأتكلم عن شاكرا الحلق وشاكرا العين الثالثة أو أشنا. إذن يجب أن نعرف أن هناك طبعا مثل ما تعرفوا 6 شاكرات في الجسم مقسمة يعني بصورة كرونولوجية على الجسم، ويجب أن تعرفوا كذلك أن هناك 72,000 طريق للطاقة في الجسم. هذه معلومة مهمة الكثير لا يعرفها، 72,000 طريق للطاقة مقسمة في الجسم، نسميهم باللغة الفرنسية لناديس. أهم طريق للطاقة هو العمود الفقري، العمود الفقري، وبالعمود بالموازاة مع العمود الفقري هناك طريقين مهمين، طريقين مهمين، أحدهما على اليمين وينقل الطاقة الين إلى الدماغ إلى ما يسمى بالهيميسفير دروغ، وأحدهما على اليسار وينقل الطاقة الشمسية أو الانرجي يونغ، طاقة اليانغ، إلى الجهة اليسار من الدماغ طبعا. بالنسبة إذن للشاكرات، الآن لن أتحدث عن الدماغ لأنني سأصل إليه لاحقا. بالنسبة للشاكرات، الشاكرات هي أبواب للطاقة أو منافذ تدخل منها الطاقة الكونية إلى أجسامنا. ممكن تتخيلوها مثل الدوائر، يعني الدوائر الهوائية، أدري إذا تعرفوها، الدوائر التي تدور وتمتص الطاقة من الكون، يعني كل ما تدور كل ما تمتص طاقة من الكون. وهذا طبعا الطاقة طبعا مثل ما تعرفوا هي إكسير الحياة، هو ما نحتاجه لكي نعيش أو لكي نقوم بأعمالنا اليومية. لما نجو نحن للحياة كأشخاص، الشاكرات تكون موجودة، يعني موجودة لكنها غير مؤثرة، يعني ليس عليها أي تجربة. لماذا؟ لأنها شاكرات عذراء. بين قوسين هنا، بين قوسين سأحذف تأثير الأم، لن أحذفها في الحقيقة، سأتحدث عليه لاحقا. يعني أنا في الحقيقة لا أريد أن أشير بأصبع الاتهام للأمهات بصورة عامة، لكن الأم أثناء مرحلة الحمل مثل ما قلت في الفيديو السابق من الشهر 7 إلى غاية الشهر 9 سيعيش معها طفلها كل ما تعيشه. فإذا كانت الأم غير متوازنة، يعني طاقتها غير متوازنة، فأكيد هذا سيؤثر على شاكرات اليانغ عند الطفل وسيؤثر على شاكرات الين عنده كذلك. الشاكرات في الحقيقة كرونولوجيا كل ما تقدمنا في العمر، ستلاحظون ذلك عندما أعطيكم التفاصيل، كلما تقدمنا في السن كلما تطورت لدينا أو تفاعلت لدينا وتطورت، يعني صار عندها أكثر تجربة، أكثر حياة، أكثر خبرة، أكثر تربية، in education. يعني مثلا شاكرا الحلق لا تبدأ في النمو إلا من
سن 28 يعني 28 سنة فما فوق. وكذلك في الحلقات المقبلة أو الأوديوهات المقبلة سأحدثكم عن دور الشاكرات كلا على حدة في تجاوز مخاوفنا أو مخاوف، سواء عند الطفل أو عند الراشد، لأن في الحقيقة المخاوف التي عاشها الطفل ولم يستطع تجاوزها هي التي أدت إلى بلوكات أم بلوكاج، بمعنى الطاقة وقفت عند شاكرة معينة ولم تستطع أن تمر، لأن الممر واحد، قلت لكم لناديس الممرات واحدة، فالشاكرة لما يعني تختلط عليها الأمور أو يحصل لها خوف لم تستطع تجاوزه، فالطاقة يحصل لها بلوك على مستوى مثلا شاكرة الجذع، وهذا اللي يحصل عند اليانغ مثلا. لن أحدثكم عن هذا اليوم، سأحدثكم عن هذا في الفيديو المقبل. اليوم راح أخصص الفيديو فقط للجانب الجسمي، يعني فيزيولوجيك، الجانب الفيزيولوجي فقط. والمرة الجاية راح نشوفه كيف تعالج شاكرا الجذع المخاوف لدى اليانغ وكيف تعالجها لدى اليين. إذا قلت هذه الصدمات النفسية اللي نعيشوها خلال حياتنا من صفر إلى غاية ما نموت هي التي في الحقيقة تؤدي إلى توازن شاكراتنا أو تؤدي إلى تفعيل شاكراتنا، لأن شاكراتنا هي من ترسل الطاقة لكي تمكننا من فهم بمعنى فهم أبعاد الخوف وتجاوزه. لذلك التوائم حين يلتقون فيما بعد، لأنهم عندهم مخزون طاقي مختلف، اليين عاش مخاوف وعالجها بطريقة معينة، واليانغ عاش مخاوف وعالجها بطريقة معينة، فكلاهما لديه شاكرات مشوهة مغلوقة و بيلون ام بيلون، يعني لا أدري ام بيلون، لا أدري كيف أقول بالعربية، مخزون طاقي معين، وهذا هو هذا المخزون الطاقي المختلف هو الذي يؤدي إلى مشاكل الحوار. وانا عملت لكم فيديو حول الحوار بين التوائم، حوار يعني حوار كوت، حوار فيه الكثير من العراقيل، فيه الكثير من الصدمات، فيه الكثير من المشاكل، كل هذا بسبب البلوكات على مستوى الشاكرات منذ الطفولة. في الحقيقة اليانغ يعني كان وجعه بشكل ما أو بشكل معين، يعني اليانغ والينغ ليسوا موجوعين بنفس الطريقة ولم يجدوا الحلول كذلك بنفس الطريقة. الآن سأبدأ بالمطارد، لأن الحلقة اليوم أو الفيديو اليوم مخصص للمطاردين. الشاكرات طبعا مثل ما تشوفوا في الصورة، شاكرات اليانغ، طاقة اليانغ، لما أقول طاقة يانغ يعني هي الطاقة الغالبة لدى المطارد، لكن هذا لا يعني أن شاكرات اليانغ اللي تشوفوهم في الصورة هم الذين أدوا إلى المشكلة، لا أبدا. شاكرات اليانغ المتضررة هي ثلاثة الحقيقة. اليوم سأبدأ بشاكرا الجذع، وبعدين راح تشوفوا ما هي الشاكرات المتضررة الأخرى. قبل ما أبدأ بشاكرا الجذع التي سأتركها للأخير حتى تستفيدوا من الفيديو، لاحظوا معايا الصورة اللي وضعتها لكم حتى تفهموا تأثير الشاكرات. مثل ما قلت لكم الشاكرات تمتص الطاقة من الكون وترسلها إلى باقي الجسم، يعني إلى الأعضاء، إلى الخلايا، إلى الأنسجة، إلى لكن أهم عضو يعني في الجسم اللي هو المسيطر وهو اللي يبعث الإشارات إلى بقية الجسم هو الدماغ. في الحقيقة الدماغ هو العضو الذي يخطط ويرتب ويعقلن الأمور ويحسب إلى آخره. فشاكرا الجذع اللي هي أول شاكرة تتكون عند الإنسان، تتكون عند الطفل لو غارسون، يعني عند الطفل الولد، عند الرجل تتكون في سن 7 سنوات، 7 سنوات تتكون لديه شاكرة
يعني كي قلت تكون معناه كومونس دوفنيغ اكتيف، يعني تبدا تنشط في سن 7 سنوات، وتتكون عند البنت عند الانثى في سن 6 سنوات. لاحظوا الفرق، يعني الطفلة أو البنت سابقة الولد بعام كامل. لذلك إذا كان لاحظتوا تطور البنات عقليا يكون أسرع من تطور الأولاد، خاصة في المدرسة. إذا كان لاحظتوا كل النتائج بين قوسين مثلا في مدرسة، طبعا بغض النظر عن عدد البنات إذا ما كان أكبر من عدد الذكور، لكن في الغالب البنات نجد أنهن أن تطورهن العقلي أحسن وأسرع من تطور الأولاد. إذا قلت هناك حبلين للطاقة، أو هناك طريقين سيارين سون فيدير دي زوتوروت دو لينيرجي، واحد على اليمين ينقل الطاقة القمرية مثل ما تشوفوا إلى الجهة اليمنى، الطاقة الأنثوية لميسفير دوا في المخ، وعندنا بالمقابل طريق سيار آخر ينقل الطاقة من شاكرا الجذع اللي هي المصدر، يعني هي تأخذ الطاقة، شاكرا الجذع تأخذ الطاقة من الكون ثم هي توزعها، تأخذ الطاقة القمرية توزعها إلى الجهة اليمنى من المخ من الدماغ، وتأخذ الطاقة الشمسية وتوزعها إلى الجزء الأيسر من المخ. أوكي؟ هذه العملية تتم، لاحظوا معي، تتم مرتين كل 24 ساعة، بمعنى مرة نأخذ فيها الطاقة الشمسية ولما يجي الليل نأخذ الطاقة القمرية، شاك 24 كل 24 ساعة. الطاقة الشمسية مثل ما شفتوا في الصورة، وأرجوكم حاولوا تتعمقوا في الموضوع لأنني حاولت أن أختصر ووجدت نفسي أنني سقطت في السطحية، يعني هذا الشيء الذي نقوم به سطحي جدا، فلا يمكنني في فيديو من 20 أو 25 دقيقة أن أشرح كل شيء. الطاقة الشمسية هي التي تعطينا كل ما هو عقلاني، يعني الجزء الأيسر من المخ من عقلنا أو من دماغنا هو الذي يقوم بتوقيع إذا صح الأمر الإنجازات والمشاريع بعقلنتها بحسابها، بمن هو المسؤول عن منطقة أو جعل الأمور منطقية في حياتنا، وبسرعة عامة هو الذي يريد كذلك لا رياليتي سوري لا فولونتي لا رياليزاسيون، إرادة العمل أو إرادة توقيع شيء في المادة في الأرض، يعني لأنه شاكرا الجذع في الحقيقة الطاقة الشمسية هي الطاقة مادية، هي التي تحقق لنا الهوية الجنسية الهوية الجنسية والهوية الجسمية كذلك. كذلك شاكرا الجهة اليسرى من الدماغ هي متعلقة بالمادة المتعلقة في المرة المقبلة سأعود إليها بالتفصيل من الجهة النفسية، لذلك اليوم سأتكلم عليها بالجهة، سأتكلم عنها فقط من الجهة الجسمية. هي اللي تعطينا ما يسمى بالآليات، آليات العمل. مثلا أنت بصدد، لا أدري أنت بصدد ترتيب مثلا أنت بصدد تركيب شيء في المنزل يعني أثاث مثلا معين، هي التي تعطيك الجهة هذه من المخ، هي تعطيك الطريقة والحسابات اللازمة والتصور التطبيقي لهذا الأثاث أو لتركيب هذا الأثاث، سكون أبل بالفرنسية لزوتوماتيزم الآليات. مثلا أي آلية عندكم في الحقيقة تكتسبها بواسطة هذه الجزء من الدماغ، مثل آلية السياقة، سياقة سيارة، الكتابة، القراءة، لا أدري أي شيء خاص بالأبخانتساج بالمعرفة، المعرفة المادية. هنا حذاري، لا أتحدث عن المعرفة الحدسية أو المعرفة اللاعقلية الميتافيزيقية.
إذا الجهة اليسرى من الدماغ تعطي لنا كل ما هو مادي أو كل ما هو خاضع للسيطرة العقلية. أما الجهة اليمنى من الدماغ وهي مصدر وهي مركز الطاقة الأنثوية لدينا، فهي تعطينا كل ما يتعلق بالخيال واللامنطق والإبداع، يعني كل ما مثلا نحب نبدع شيء معين أو صورة معينة أو لا أدري نتخيلها قبل ذلك ثم نحققها على أرض الواقع. بمعنى مثلا حبيت تبني دار، مثلا تبني منزل، فتتخيله في ذهنك ثم تقوم بتطبيقه، يعني مثلا بتحضير المال اللازم للمواد بناء إلى آخره. وفي الغالب هذه الجهة فيها قبول، هنا درت لكم بين قوسين القبول بالنسبة للمجهول، لأن الجهة الأخرى لا تحب المجهول، لو سأحدثكم عن ذلك في المرة المقبلة. والجهة اليمنى كذلك خاصة بكل ما هو ذوق، طبعا موسيقي إلى آخره، وهي مثل ما قلت لكم مركز الحدس أو المعرفة الغير نمطية، يعني هي اللي تتلقى مثلا رسائل القلب، رسائل الروح إلى آخره، وهي مركز الفرح لدينا، بينما الجهة الأخرى هي مركز الحزن لدينا. أوكي؟ الآن أنا أسرع للأسف الشديد، قلت لكم يعني سأجد صعوبة في أن ألخص. إذا عرفنا ما هو دور الدماغ، سأشرح شيء مهم الآن قبل أن أمر إلى تأثير شاكرا الجذع على المطارد. نحب أقول لكم مثلا أن الجهة اليمنى من الدماغ receptive، يعني تتلقى فقط، يعني مثلا الإنسان يشوف صور في الجرائد في التلفزيون في كذا في كذا ثم يبقى يتخيل، يأخذ المعلومات من المحيط عن طريق العين الأذن إلى آخره الحواس الخمس، ثم يقوم بتصويرها وبتنقيحها وتعديلها في هذه الجهة من مخه أو من دماغه، فهي ريسبتيف، سي بور سا كلي كرياتيف، لذلك هي مبدعة، لأنها تتلقى ثم تبدع، تبني يعني من جديد. أما الجهة الأخرى فهي تبعث، لماذا؟ لأنها أنكري دون لا ماتيغ، هي متعلقة بكل ما هو مادي، فهي فيها ما يسمى بالكهرباء، كهرباء الدماغ، فهي تبعث كهرباء يعني بصورة بسيطة. الجهة اليمنى، الجهة اليسرى من المخ تتخيل وكذا وتتلقى المعلومات من الخارج لتصنع الصورة، ثم الجهة اليسرى من الجهة اليسرى من الدماغ هي التي تحقق هذه الصورة. لكن لو تحدثنا عليها كهربائيا، الجهة اليمنى من الدماغ ليس بها كهرباء، أو يعني من وجهة النظر الطاقية energetically parlant، نتحدث على الطاقة، فالجهة المرسلة للطاقة هي الجهة اليسرى، يعني اليانغ فينا هو اللي يرسل الكهرباء للجهة اللي يشغلها يعني حتى تعمل. لاحظوا الترابط. يعني فمثلا لما المحلل النفسي حب ينوم شخص مغناطيسيا يستعمل الصوت الحبال الصوتية، فينقل له عن طريق الصوت طاقة يعني إلكتريسيتي، كهرباء. هذه الكهرباء تدخل عند المتلقي المريض، يعني المريض تدخل عنده في الجهة اليسرى الكوتي ريسبتيف، الجهة اللي تتلقى اللي هي الين مثل ما تشوفه في الصورة. لما تدخل عنده يعني هو يتلقى الأمر بالنوم، هو يبقى يقول له أنت ستنام، أنت مرتاح، أنت كذا، فهو يتلقى كل هذه المعلومات ثم ماذا؟ ثم يبعثها للجهة اليسرى لتطبقها فينام. هذه تقنية التنويم فقط حتى تفهموها. الآن أعود إلى المطارد. الشاكرة بالنسبة للمطارد، إذن الشاكرة الأولى التي تشوهت، كي نقول تشوهت بمعنى أنها حصلها بلوك خطير أدى إلى فقدان التوازن على مستوى الشاكرات الأخرى اللي شفتوها في الصورة الأولى اللي حطيتها في الفيديو، الشاكرات الخمسة الأخرى، شاكرة الحلق وشاكرة العين الثالثة وشاكرة
التاج إلى آخره. إذا يبدأ العمل في الغالب يعني من الأصل عند في الشاكرات يبدأ من شاكرا الجذع أو من الشاكرا الأساسية، يعني في الشاكرا الأولى التي تظهر عند الإنسان، شاكرا الجذع. والشاكرا هذه طبعا مثل ما تعرفوا أول ما تبدأ تتفعل يعني ستضيء على الحركة على الرجلين. وإذا كان لاحظتوا كل شخص عنده مشية معينة، طريقة مشي معين، وهذا بسبب هذه الشاكرا، يعني لا فاسون دو سو ديبلاسي، طريقة التحرك عند الناس. ويعني هي في الحقيقة بصمة، هذه بصمة مثل البصمة الوراثية اللي عندنا في الأصابع. طريقة المشي تختلف من شخص إلى آخر، رغم أنها قد تبدو لكم متشابهة. إذا قلت الشاكرة هذه هي الحجرة التي تتركز عليها كل الشاكرات الأخرى، هي في الحقيقة تمثل بالنسبة للإنسان كل ما هو تعلق بالمادة، يعني بالأرض، لاتيغ، التراب، الرمل، الماء، الصخر، الجبال إلى آخره. كل ما هو الطاقة هذه تجينا من كل ما هو مادي، يعني كل ما نلمسوه من المادة. فإذا كما قلت لكم إذا كانت هذه الشاكرة مشوهة، فلأننا تعرضنا في الطفولة إلى فقدان الهوية الجسمية، الخوف على حياتنا، يعني إن انسيكوريتي بالفرنسية نقولوا عليها، خوف من أن لا نبقى، الخوف من ليس من الموت، الخوف من أن لا نبقى، من أن نفقد حظوظنا في البقاء. هذه الشاكرا مثل ما قلت هي مسؤولة عن البقاء، وإذا تعرضت إلى الخوف من البقاء فستتشوه. فإذا كان الفرد مثلا عنده مشاكل في توفير الأكل أو المأوى أو الأمن أو ما شابه، سترسل هذه الشاكرا إشارات إلى الغدة الكظرية مثلا. الآن أنا أتحدث عن الآن أدولت، يعني شخص راشد يحدث له مشاكل في توفير الأكل أو المأوى أو الأمن إلى آخره، سترسل هذه الشاكرا إشارات إلى الغدة الكظرية، الغدة الكظرية اللي موجودة فوق عند الكلى، والتي تنشط بصورة كبيرة، يعني تولي تعطي إشارات كبيرة، يعني une suractivité، يعني تنشط بصورة أكبر لتوفير حلول، طبعا توفير حلول من أجل الأكل أو من أجل المأوى أو من أجل ذلك. وهذا سيتعب الجسم، يعني يدخل يرجع. لذلك الناس اللي ZDF مثلا، الناس اللي ما عندهاش مأوى أو الناس اللي ما عندهاش أكل أو الناس اللي ما عندهاش نجدوا عندهم مشاكل، مثلا مشاكل في الغدة الكظرية وفي الكلى إلى آخره، بسبب هذه الشاكرة، بسبب أن هذه الشاكرة غير متوازنة. طيب إذا عرفنا أن هذه الشاكرة هي المسؤولة عن هذه المشاكل، كيف نفعلها وكيف نوازن من عملها إذا كانت مسدودة؟ طبعا لأني سأقول لكم كيف انصدت في المرة المقبلة بالنسبة للمطارد، لكن الآن أريد أن أضع لكم الصورة الفيزيائية فقط. هذه الشاكرة في الحقيقة لأنها تؤكد ارتباطنا بالأرض، أو تؤكد ارتباطنا بالجذع، بالجذع اللي هي لذلك سميت شاكرا الجذع، هي في الحقيقة اسمها مول دارا بمعنى سند الجذع، مولا دارا، مولا هو الجذع، أدرا هو السند. فإذا لازم نعرف طبعا ما هي البلوكات التي وقفت في طريق عمل هذه الشاكرا أو في طريق توازنها. من أهم البلوكات مثل ما قلت لكم هي عدم تجاوز المخاوف التي عشناها في أثناء فترة الطفولة، وقد حدثتكم عن مخاوف المطارد كتمهيد في المرة الماضية فقط حتى تعرفوا ما هي. إذا كانت الشاكرة هذه غير متوازنة، فاعلم مثلا بأنك لا تحب هذه الحقيقة التي تعيشها مثلا، يعني تتعيش في عالم، إذا كان شاكرتك شاكرة الجذع غير متوازنة، فإنك ستجد أنك تكره هذا العالم وتكره حقيقة هذا العالم مثلا.
وتحب أن تكون في مكان آخر. tu aimerais voyager مثلا dans l'espace, تحب تعمل رحلة في الفضاء أو تحب تعيش في مكان أكثر أمنا أو مكان أكثر جمالا. هذا أكبر دليل من أن شاكرا الجذع غير متوازنة لديك. مثلا إذا جربتوا معي الآن أن تسمعوا ما أقوله لكم, حاولوا مثلا أنكم تحسوا بالفراغات التي أعملها بين الكلمات. وأنا في الحقيقة أتعمد عمل ذلك في جميع فيديوهاتي. لماذا؟ لتقوية ما يسمى بالإحساس بالفراغ أو الإحساس بالمكان. لأن الصوت المتقطع مثل الصوت الذي مثلا أنت عندما تسمع شخص يتحدث بسرعة ستشعر بالإنزعاج. لماذا؟ لأنه ليس هناك فراغات بين الكلمات. فإن شخص يتحدث فأنت سيزعجك هذا الشخص, سيثيرك ويزعجك, وممكن ما تحبش تسمع, لن تريد أن تسمع. لكن إذا سمعت شخص وتفكر مع هذا الشخص, بمعنى أنا أتوقف أحيانا لأفكر, لأن فيديوهاتي مثل ما تعرفوا عفوية, يعني هي كلام مباشر مني إليكم. فكل ما أتوقف ركزوا على كلماتي, وهذا سيعيدكم إلى الأرض ويعيدكم إلى مكانكم وإلى واقعكم. هذا بالنسبة للأشخاص مثل ما قلت اللي عندهم شاكرا الجذع مختلة. حاولوا دايما تركزوا على الفضاء الذي تكونون فيه, أي غرفة أنتم, أي جلسة تجلسون. حاولوا كذلك تعدلوا من جلساتكم وتعدلوا من عمودكم الفقري أثناء جلساتكم. دايما تنتبهوا, هل العمود الفقري مستقيم أم لا, هل أنا جلسة comfortable أم لا, يعني مريحة أم لا, إلى آخره. كل هذا سيؤدي إلى زيادة وعيكم بالأرض أو زيادة وعيكم بالمكان. كذلك حاولوا أن تنتبهوا إلى ما يخطط له ذهنكم. بمعنى ما هي الخطة التي وضعها ذهنك مثلا لمكان ما؟ أنت في طريق ما ستذهب إلى مكان ما, فعندما تخرج من المنزل قررت أن تمشي إلى ذلك المكان. حاول أن تعرف ما هي الخطة التي وضعها ذهنك للذهاب إلى المكان, وتأكد من أن هذه الخطوة من أن هذه الخطة هي أحسن طريق, ليس من حيث السرعة, مش ليس من حيث الأسرع طريق, بل أحسن طريق من حيث الهندسة, يعني من حيث الأركان أو الزوايا. يعني مثلا ابتعدوا مثلا عن أخذ الطرقات أو المسالك إلا إذا كنتوا طبعا تريدون الوصول إلى ذلك المكان بأسرع مدة ممكنة. أما إذا كان عندكم الوقت فحاولوا تأخذوا مسارات دائرية أو مسارات مربعة أو مستطيلة إلى آخره, يعني تحترم هندسة المكان. إذا كانت الشاكرا هذه مختلة على المستوى الجسمي فستكون عندك مشاكل في إخراج الفضلات, يعني دي كونستيباسيون, ويكون عندك مشاكل كذلك في الأمعاء, مشكلة في أمعائك, ويكون عندك مشكلة في الدم, لا سيركولاسيون, في دورة الدم لديك, وفي الغالب يكون عندك مشكلة دوالي, لفاغيس الدوالي, ويعني العروق الدموية, العروق أو العروق الدموية التي تنتفخ وتصبح زرقاء. وممكن يكون عندك مشاكل جلد كذلك, بمعنى مشاكل الجلد لكن ليس في كل الجسم بل في الرجلين فقط, في الرجلين سولمون لي جامب, يعني في الأرجل فقط, يعني على مستوى الفخذ, على مستوى الكعب إلى آخره, سواء مشاكل على مستوى العظام أو مشاكل على مستوى الجلد. المهم أن معظم المشاكل ستكون متعلقة بالرجلين, بالإضافة إلى الأمعاء, وبالإضافة إلى الكونستيبيشن أو إخراج الفضلات. إذا كان عندك إحساس بعدم الأمان, يعني مثلا عدم الأمان في مكان ما, فأكيد شاكرا الجذع لديك مختلة. مثلا أنت غير آمن مع أصدقائك,
أنت غير آمن مع زوجتك، أنت غير آمن مع زوجك وأولادك، أنت غير آمن سواء كنت تعمل أو كنت بطال، يعني عندك عمل تحس باللا أمن، من دون عمل تحس باللا أمن، يعني مشكلة. فهذا معناه أن شاكرا الجذع لديك غير متزنة. كذلك عندنا الحالة الثانية، إذا كانت شاكرا الجذع لديك سيغ أكتيف، بمعنى تشتغل بصورة غير عادية أو بصورة غير طبيعية، ففي الغالب يكون عندك إدمان على الجنس، يكون إدمان عندك إدمان على اللعب، اللعب بأي نوع، اللعب games on the phone يعني في الهاتف، أو قمار أو أي شيء، ويكون عندك إدمان على العمل يعني لا شغل ما وتخبي، يعني تكون عندك إدمان على العمل، تعمل بصورة مهولة، ويكون عندك إدمان على الأكل، تأكل بصورة شرهة، ويكون عندك إدمان على التدخين، كذلك تدخن بصورة شرهة، وممكن يكون عندك إدمان على الكحول أو على المخدرات أو على كل ما يمكن للجسم أن يلمسه أو يأكله. تسكي تشاب لي مانجاب، أي شيء نلمسه وأي شيء نأكله يكون عندك إدمان عليه. إذا وجدت نفسك سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية اللي ذكرتها الآن، فمعنى ذلك أنه عندك خلل في الشاكرات. أوكي؟ فكل واحد منكم يطبق الشيء اللي قلته ويشوف ما هي الأعراض الموجودة عنده، حتى يشوف إذا شاكرا الجذع عنده مختلة أم سليمة. وأكيد أنه كل اليانج أو كل المطاردين شاكرا الجذع عندهم غير سليمة، سأقول لكم في المرة الجاية لماذا. أوكي؟ من الحلول الممكن نعطيها لكم فيما يخص شاكرا الجذع، بالنسبة للعمل مثل إدمان العمل من أجل الحصول، من أجل تأمين أنفسنا ماديا، حاول أن تقتنع بما لديك من المال دون الحاجة إلى تخزين المال أو توفير المال، لأن توفير المال في الغالب يجي من شعورنا بالخوف من المستقبل أو من الخوف من اللا معلوم أو اللا مجهول. حاول دائما أن تمشي برجلين حافيتين، ومثلا على ليس على الخشب مثلا في المنزل، لا، أنا أقصد أن تمشي برجليك حافيتين على الرمل، على الوحل، على الأرض، على الطين، الماء، كل ما هو طبيعي، عنصر طبيعي، حتى توثق نفسك أو ترسخ نفسك في الأرض. أوكي؟ إذا لقيت شجرة مثلا، نعطيكم مثال، إذا لقيت شجرة مثلا حتى تحس بها، عنقها، عانق الشجرة. أوكي، قد تبدو مجنونا، قد تبدو مجنونا لأحد المرة، لا يهمك، المهم أنك ستشفى، أن شاكرا الجذع لديك ستتحسن. عانق الشجرة وحس بها، حس بالطاقة اللي تبعثها لك الشجرة إلى جسمك. أوكي؟ طيب بيان سور، بالنسبة للجسم حاول أن لا تهمل جسمك وأن تعتني به وأن تصحح الصورة لديك على جسمك، بمعنى إذا كنت تعاني من بعض الاختلالات الجسمية حاول دائما أنك تكلك أو أنك تشوف ماذا تأكل حتى تشعر أو يكون عندك جسم أحلى. اللون الأحمر يا جماعة بالنسبة لشاكرا الجذر، شاكرا الجذع سوري، اللون الأحمر مهم جدا، حاول أن تحيط نفسك باللون الأحمر، يعني في غرفة نومك مثلا ضع حاول أن تضع دائما اللون الأحمر في غرفتك، يعني في غرفتك أو في صالونك أو في أي مكان تقضي فيه وقت معين. وحاولوا دائما مثل ما قلت تجلسوا في جلسات يوغا، دي بوستيور دو يوغا، حتى تعدلوا من النخاع الشوكي ومن العمود الفقري. كن مسؤولا عن الطبيعة، بمعنى حاول أن تزرع مثلا، أن يكون لك حديقتك في المنزل أو في حتى من في غير المنزل، يعني خرج مرة على مرة وحاول أن تزرع أو أن عزز، المهم عزز ثقتك في الطبيعة وحبك للطبيعة وحبك للحيوانات وإلى آخره، كل ما يتعلق بالطبيعة، لأن هذا سيعزز من ثقتك بنفسك في الحقيقة. سأتوقف عند هذا الحد لأنني وصلت إلى
دقيقة 34، في المرة المقبلة سأقول لكم كيف أثرت شاكرا الجذع على اليانغ أو على المطارد، وستمنى لكم حاولوا تركزوا على الصورة الأولى لأنها فيها توضيح للشاكرات أيهما شاكرات الطاقة البولاريتي اليانغ والبولاريتي اليين. سأتمنى لكم أوقات سعيدة، إلى أن ألقاكم في الفيديو المقبل، مع السلامة أحبائي.